إذن مشاهدي متابعي قناة فيسبيرس، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من منطقة النرجس هنا فاس. مشاهدينا الكرام، كنشوفوا هذه الأشياء، هذه شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا أنها رضا ضجة بين الزملاء الصحفيين فين وقع هذا الحريق. وقع كتشوفوا مشاهدينا الكرام، الأسباب مجهولة. كتشوفوا كاميو هنا والكار هنايا، نطفيهم العافية هنا في منطقة النرجس شارع الوفاء، هنا يقرب شارع الوفاء لاسباب. سولنا الناس، قال لك اللي حد الساعه ما عرفناش، اكتشفنا ان الكار نايضة فيه العافيه. كتشوفوا مشاهدينا المخلفات، الاضرار، يعني الله ينجينا ونجيكم من العافيه. شوف ما خلات حتى حاجه في الكار، يعني قضاء فيه اللطف. الاسباب لحد الساعه مازال حتى واحد ما عرفش شنو الاسباب باش وقعت هذه الكارثة. لحد الساعة مازال ما عرفوش، كننتظروا اننا الناس نشوفوا الناس اللي يقولوا لنا واللي حضروا في الواقعة. السلام عليكم شريف. السلام عليكم، حضرت الشريف هذا الشيء اللي وقع؟ نعم كنا حاضر، كنا حاضرين. واحد ما كاينش زعما شي مؤشر ديال شي واحد ذهب عليه ولا لا؟ لا 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 لا، ما كاين، ما شفنا حتى شي واحد وما حاضرين حتى شي واحد، وما يمكنش هذه الملابسه تطبقها لشي واحد لان ما عارفينش. غير شدوا العافيه هكا؟ لا، العافيه شدت بالمعقول، يعني راك كتشوف الحاله كيفاش دايره. السلطات تا هما راهم كانوا حاضرين، كافه ديال السلطات، القياد كانوا هما حاضرين، يعني الناس المسؤولين كل شيء كان حاضر هنايا. وهالشي الله تعالى تبارك والحمد لله، ما كانت غتكون يعني كارثه كبيره. لو كما كانت حضرت الوقايه المدنيه راه كانت غتكون واحد الكارثه كبيره عظمى. وكما كانش الساكن، انت كتشوف الحاله ديال الساكن مضيقه، الامور مضيقه، الحديد الناس هنا منزل ستاسيون، راه ستاسيون، هذا ستاسيون منزلين الطوموبيلات، والرجال الله يجازيهم بخير تما نفعونا بزاف، نفعونا مزيان، واش فهمتي؟ نفعونا بزاف الناس، كما كانوش الرجال هنايا اللي دفعوا معنا الحديد. كاين اللي ما كانش عنده السياره، كان اللي ما كانش عنده سوارت، راه شحال الناس فرعوا غير فرعوا الطوموبيلات بيديهم باش دخلوا، باش خرجوا الطوموبيلات من باش نقضوا، باش نقضوا الموقف. لو كان ما تنقاش الموقف راه كتكون واحد الكارثه كبيره. اللهم شكرا. واللي كان واللي كان الحمد لله الله ما كانش الطوموبيلات ليسانس هنا، وكانوا الطوموبيلات ليسانس راه ما تبقى حتى شي حاجه ابدا. ولهذا الله يكثر خير الرجال ويكثر خير السلطات، هما السلطات هما نقضوا الموقف. والوقايه المدنيه كنشكرها من هنا، يلا يجازيهم بخير، انت هما نقدونا مزيان، راه هما اللي نقدوا. كما كانوش نقدوا الموقف راه كانت غتكون كارثه. قضاء في الله. لا كانت غتكون كارثه. الخمسه ديال العشيه تكون هكذاك، مع الخمسه الفوق. الخمسه ديال العشيه. الخمسه ديال العشيه. انت اللحظه اللي جيتي شنو لقيتي بالضبط؟ فين شاد العافيه؟ شاده في الكار هنا، والحديد كيتحرق من اللور بالهبو. نعم. بدات في الكار. وهذاك الكاميون اللور حتى هو عاوتاني بالعافيه، الكار حتى هو مشى. حتى هو مشى تقاس مساكن الناس ضاعوا. هاد الناس ضاعوا ضيعه كبيره. كاميو راه يلا حطوه مسكين، راه الناس راه الكيرا الكار ولا الكاميو راهم خدامين ماشي واقفين. لا راهم خدامين، ولكن هاد الناس ضاعوا. الا عندهم شي تعويض راهم عندهم تعويض، ما حنا الحمد لله ماشي مشكل، راه حنا داكشي كان خفيف ماشي مشكل. كانت السياره ديالك منزله حتى هي؟ لا السياره ديالي كانت منزله هنايا. تقاصت شي حاجه؟ لا تقاصت من اللور، تقاصت، لان الخساره كاينه. نعم. ولكن ما عندك ما لا الخساره قلت لك كاينه، ولكن الحمد لله نقدنا الموقف. نعم. وكما تنقدش بالرجال ونقدونا وجرينا كل شيء على برا، فما كل شيء غتكون خساره كبيره. فاش شفت هذه الكارثه ما بقاش كيهمك ديالك؟ ما نكذبش عليك، انا رجلي مازال كيحرقوني لدابا، لان باش تهز الطوموبيل، باش كتهز الطوموبيل حبوا ضاعت الرويده ديالها، ما عندهاش الرويده، ها كتجرو كنجروها للشارع، راه شي حاجه مجهده علينا احنا بالنسبه للناس كبارين. هادشي اللي كاين. هو الشيء اللي كاين. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا لك. مشاهدينا متابعينا، احنا كنتواجدوا في منطقه النرجس شارع الوفاء، كشتوا هذا الكار ما بقاش فيه خلف ربي المولاه. كي قال السيد اللي هضر معاه، قال لك الا كان عنده شي تعويض شي حاجه، وكنطلبوا وكنتمناوا زعما صادقين انه يتعوض مسكين، لان خساره كبيره. كان راه ماشي سهل، ولا الكاميو ماشي سهل، وثمنهم ماشي سهل. الله يكون في الاعوان للجميع. مازال كنقولوا الحمد لله على لطف الله اللي ما جاتش في بنادم، اما الحديد يخلفه الله سبحانه وتعالى. مازالين كننتظروا ان مولكار
اللي كان واقف ما بغاش يدير تصريح صدمه. الله يحسن العوان، حنا كنقولوا معذرينو الله يحسن العوان، حنا نحاولوا ما امكن نوريوكم شنو واقع بالضبط. ها انت كتشوفوا مشاهدينا الكرام، ها الكاميو حتى هو مسكين ما بقاش فيه، شوفوا كيف الكار كيولى، حاولوا ما امكن نقربوكم تشوفوا شنو الكار كيولى. شوفوا الكار ما بقاش فيه، الكار ما بقاش فيه بسيف يعني. وتا الكاميو دابا كيقال الشريف انها بدات، ان العافيه بدات في الكار، بحيث الكاميو شو شحال بعيد عليه، ورغم ذلك انتقلت الكاميو العافيه وضاعوا. علم الله واش كانت، واش كانت شي حاجه في قلب الكاميو الداخل حتى هي تحرقت ولا لا، الله اعلم. يعني ما لقيناش اللي يوضح لنا، كل شيء متحفظ لان ما عارفينش الواقع شنو هو، الواقع شنو هو والاسباب شنو هو. حتى واحد ما بغى يتقلد، حتى واحد ما بغى يدي التقليد ديال شي حاجه هنا في هذا الشيء. الناس كي كتشوفوا، حنا كتشوفوا هادو هنا السكان، هو ده السكان هنايا، ولكن الحمد لله ما تقاس حتى حاجه، السكان من لهيه ويبقوت الحراره، قوت الحراره. هذا مول هاد ديالك هاد الطوموبيل الشريف. السلام عليكم. خويا خويا مرحبا، شحال هكا على تردو، غير على تردو، على تردو العزيز. مرحبا خويا، فاش جيتي فينا شو كي لقيتي طوموبيلتك وشنو لقيتي واقع؟ خويا انا الساعه اللي جينا لقينا العافيه شاعله في الكار، اولا ما عرفناش شنو هو السبب، بقينا يلاه متلاهين مع الحديد اللي كان مصطالي هنا قريب الكار، تنهزوه تنحيدوه، كاين اللي ماشي امارش، كاين اللي ما كاينش مولاه، المهم تنهزو الطوموبيل برابعه تنحطوها في الشارع على اساس باش ما تلحقها، باش ما تلحقهاش العافيه. ومع ذلك انا الطوموبيل ديالي هي هنا، هي ماشي مشكل، لا بينها ماشي مشكل، حتى هي راه كلاتها العافيه. هي راه كلاتها العافيه من هنايا، هادشي كامل هاد الباشوك كله بغى بالحراره، غير بالحراره. غير بالحراره 8 ولا 9 متر بقاو تجاه تقريبا، تقريبا من ديك الجهه حتى هي، حتى هي من تمايا، ودرنا المجهود زعما باش ما يتأذى حتى واحد، ولكن جد لا جد الله، الناس عاونونا وجات البومبيه حتى هي داروا المجهود ديالهم وداك الشيء، ولكن اللي تضر بزاف هو هذا الكار وداك الشاحنه اللي موراه. اما الباقي واحد مول الباطنير حتى هو مسكين. بحال هكا شنو الناس اللي ربما ما بغوش، اييه مول الكار شكون مسكين مصدوم، وراه بالسيف ما يتصدم السيد مسكين، حط الكار في الصباح جا في العشيه لقاه محروق، راه غير في البارح في العشيه قال لك ضرب به شي كورسه ولا داك الشيء جا حطوا اليوم، يعني هذا راه باركين ماشي زعما، جا لقى الواقعه وقعت، راه بالسيف ما يبقى مصدوم، يعني هذا الشيء راه غريب شويه ماشي غير، والسبب شنو هو الله اعلم. مازال لحد الساعه مجهول ما عارفينش، ما يتقلدش كي قال الشيخ، وما نتقلدو حتى بشي واحد، حنا براسنا راه كنا هنا قرابين حتى شنا العافيه ناضت، شنو باش تعرف شي حاجه، ما عندك باش تعرف. إذا كان شي حاجة في الكاميرا راه كاينة، إذا كانت الشرطة دارت الخدمة ديالها راه غادي يكون راه أول ما شحنت العافية فين كانت؟ فين شعلت؟ كانت شعلت في التالي ديال الكار، في الجهة التالية في الخلف، الجهة ديال الموطور؟ لا في التالي، في الوسط ديالو ولا في الوسط، المهم شدت في التالي. نعم الساعة اللي شلنا حنا العافية شلنا شادة في التالي، المهم حنا بحال تصدمنا، بقينا كنهربوا غير الحديد اللي قريب شوية باش ما تشدش في كل شيء، وتوقع الله يحفظ شي كارثة كبيرة كاع. وصلنا على البومبيه جاو حتى هما مساكن في البلاصه ما تعطلوش بزاف، وهما اللي نقضوا الموقف. اما هي راه كان هادشي كامل تقريبا ما تلقى حتى حاجه هنايا، الامور كانت صعيبه شويه، كيقولوا شي براش طلعوا تما الله اعلم. الكار دابا شنو قال مولاه؟ قال الكار كيبقى حابس مع داك البيبر خدامين عنده بالريح، تيخواو تيتحلوا الراسهم تيدوا البراش واقيلا يطلعوا يلعبوا تما، لا وقع شي حاجه من هذا الشيء. بطبيعه الحال ربما التحقيقات ديال هذا هو اللي كاين، الشرطه القضائيه والنيابه العامه راهم اكيد غادي يتوصلوا للحقيقه. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو اللي راه كاين كاميرات، كاين مسائل، الشرطه راه دايره الواجب ديالها، نتمناو من الله يكون الخير ويعوضوا هاد الناس اللي ضاعوا في هذا الشيء. هذا هو الشيء اللي كاين، متى حنا راه عندنا داك الشيء خفيف ماشي شي حاجه كبيره. انا مشى لي التالي ديال الطوموبيل، مشاو لي فيروجات بارشوك، هادشي اللي مشى لي يعني غير بقوة الحرارة ديال غير بقوة الحرارة، يعني راه بعيدة الطوموبيل ديالي، ولكن وصلت حتى الحرارة بقوة الجهد داب داك الشيء داب. ما تخصها شي واحد في الناس بالحومة ولا شي؟ لا 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 الناس ما تخصها شي واحد، لا هذا هو اللي كاين. ما حاولتوش لقيت انشاء العافية انكم تهربوا الطوموبيلات ديالكم، انكم بحال ما تهرسوا الزاج تلقوا فرانا ما تهربوا؟ هرسنا هرسنا جات واحد الباطنير، ولكن لقينا فيها الفولام سورتها ما ساعدناش كيفاش نديروا باش نحيدوها. فالتالي جا مولاها مسكين جا في الساعه يعني راه جا في واحد الساعه حاتي يعني انتم كساكنه درتوا مجهود باش انكم هنا تنقذوا، ولكن الغالب ما جهود الله راه العافيه هذه راك عرفتي العافيه من تتشد راه كانت العافيه توصل حتى السطح الفوق قوه الجهد.
ودرنا المجهود ولكن لا طلعوا هذا الشيء اللي كاين. سبحان الله تعالى فيش مشاهدينا ومتابعي قناه في اسبريس توضيحات حول الساكنه والناس الحومه والناس اللي ساكنه اللي حضروا فاش شعلت العافيه هنايا. قال لك لحد الساعه مازال ما كاينش يعني شي معطى عندهم ديال الاسباب. ولا مشاهدينا الكرام كنخليكم في رعايه الله والله ينجينا ونجيكم من العافيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. وبركاته. ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.